كي خدمت ما كاين صراحه تعاملوا معايا مزيان. ما كان خصني حتى شي خير صراحه، يعني بحال الناس ديال عليك في شي غرفه فهمتي، ما يمكنش لك تخرج، ما يمكنش لك، ولكن عندك عندك كل شيء، صوف كل ما عندكش تليفون، ما عندكش هذا، ما عندكش شي حاجه، شي حوايج اللي ما عندكش لا نيته في انك تخرج تمشي زنقه ولا حوايج. انا بعدا شخصيا كنهضر من هذا المنطق ديالي، انا نقدر نقول لك انني كيف ما قال لي واحد الصديق ديالي وصاحبي ديالي في الصباح، قال لي تبريمي بنادم اللي ما عندك ما دير به، بنادم اللي كيقول لك انا وانا وانا وانا، نهار تحكي في واحد المشكل حتى شي واحد ما عاونك، حتى شي واحد ما قدرك، حتى شي واحد ما دار شي حاجه. دونك من الفنانين شكون اللي يعني عطاك ان كود ما، ولا شكون اللي جات عندك، وشكون يعني اللي وقف معاك في المحنه؟ توعد توعد توعد.